السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم من صباحيه دزام فيها ليلى بولكدات حاضره اليوم في فقره زينه باش تقدم لنا وصفه طبيعيه سهله لتحضير مرطب للشفاه. معنا كذلك اليوم الاستاذه خديجه الروقاني في فقره الحق والقانون، غادي نخصوا الفقره ديالها للزواج المختلط. غادي تلتحق بنا سعاد الهاشمي، غادي تقدم لنا طرق امنه وسهله لتنظيف الانف عند الاطفال لتفادي المشاكل التنفسيه والصحيه. فقره ديالنا مشرفنا بالحضور ديالو السي اليزمي يوسف اليزمي باش يتكلم لنا على المنتوجات والمأكولات المغربيه الاصيله. واخيرا المصممه اسماء نجي ضيفة ليلى حديوي في فقرة سقفتان صباحية دزام، غادي نكتشفوا معها عرض أزياء مميز. الكل بعد فقرة بيئتنا والدكتور فؤاد الزهراني، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. دكتور زهراني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلا سمحتي لي ما غادي نسلطوا الضوء على التعاونيات الزراعية المستدامة، نقرا عليك هذاك الشيء اللي عرفت عليها وأنت غادي تدرج لي وتفهمني دقة دقة. أنا عارفة بأنها تتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي حيث تعمل على تعزيز الزراعة المستدامة والعادلة ودورها في تخطي المشاكل والتحديات اللي تواجهها المزارعون بسبب الجفاف، كبير دور كبير الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة. دابا أجي نحللو هذا الشيء اللي تقال على الزراعة المستدامة. مرحبا سميرة. عارفة بأن السبب هو الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، ما بقيناش نقدروا نزرعوا أي حاجة اللي كنا تنزرعوا شحال هذه اللي تطلب مياه كثيرة. اشنو تنعنيو بالزراعه المستدامه وعلاش سميتها المستدامه؟ الوغ هنا عندنا جوج ديال الحوايج، عندنا اولا التعاونيه، وانت راه في هذا البرنامج ديال صباحيه دوزام كنتي سباقه باش انه يدوزوا معنا بزاف ديال التعاونيات، وباقي على الاقل العام اللي فات دازت معنا واحد التعاونيه فلاحيه زراعيه مستدامه. صحيح. نقدروا نعطيو بها المثال بجعد. بجعد. بجعد من منطقه ديال بجعد. وعندنا الزراعه المستدامه. إذن الزراعة المستدامة في التعريف ديالها هي واحد الزراعة اللي تضمن واحد المنتوج غذائي ولكن مستدام مع الحفاظ على البيئة، يعني تتحقق لنا كل ما هو اقتصادي، يعني واحد الربح لهذيك التعاونية، كل ما هو اجتماعي لأن فيها التكافل وفيها واحد الطريقة ديال التسيير اللي تتخلي أن كل المتعاونين تيستافدوا، وفيها أيضا حماية البيئة وخصوصا في الظرفية الحالية مع هذه التحديات اللي عندنا ديال التغيرات المناخية. فكاين مشكل، المشكل هو قلتي ان اول تحدي هو ندره المياه، ما يمكنش دابا نديروا اي زراعه في اي مكان، وهذا الشيء اللي تيخلي انه تكون اعاده النظر في خريطه ديال التوزيع ديال بعض المنتوجات ومجموعه من المنتوجات. علاش رجعنا للتعاونيات؟ لان التعاونيات اولا خلقت العديد من الفرص، وشفنا ان المراه المغربيه ولات عندها واحد الفرصه كبيره وخصوصا في المناطق النائيه ومناطق القرى، لانهم ولا عندهم واحد الدور كبير ولا تتحس بواحد الاستقلاليه، وما ولاش غير الراجل اللي تيجيب واحد المدخول، حتى المراه يعني وتجيب واحد المدخول وبعرق الجبين ديالها وبواحد الطريقه اللي المنتوجات تتعكس القيمه ديال هذيك المنتوجات المجاليه. من بعد ما تكلمنا على المنتوجات الزراعيه، فالزراعه المستدامه خاص يكونوا فيها مجموعه من الشروط. اولا والمشكل اللي عندنا في المغرب هو ان الخصوبه ديال التربه، والرفع من خصوبه التربه يعني ان المواد العضويه يعني تزاد بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه، وتنتكلموا هنا على السماد العضوي وما نبقاوش نستعملوه في المواد الكيميائيه. ثانيا من الحوايج اللي تتعتمد عليهم الزراعه المستدامه هو انه يكون استعمال الماء بواحد الطريقه فعاله ومعقلنه، يعني بطريقه السقي، وخصوصا في بلادنا حنا عارفين بانه بزاف ديال الماء تضيع في السقي. إذن هنا ديك الطريقة ديال التنقيط من أحسن الطرق. الغوتا غوت. الغوتا غوت مزيانة، لأنه كاع الشجر تيوصلهم وتوصلهم الكمية الكافية واللي تيخلي أن الماء ما يضيعش، لأن المشكل ديال داك السقي السطحي هو أن الماء تيضيع في التبخر. حنا عارفين أنه المناخ تبدل وأن درجة الحرارة ترتفع، وهذا الشيء اللي تنعيشوه يعني يوميا. إذن من بعد كما قلنا نقللوا من المواد الكيميائيه، خصوصا المبيدات وال يعني الاسمده الكيميائيه اللي يعني تشكل واحد الضرر لا على التربه ولا على المياه الجوفيه. واخا عطينا شنو هي انواع ديال هاد الزراعات اللي تنتناولوها حنايا يوميا اللي يمكن ندخلوها في خانه الزراعه المستدامه؟ وشوف سميره، انا من هنا جاو عندنا بزاف ديال التعاونيات واللي تيديروا يعني شي حاجه اللي كانت ما تدخلش فلوس بحال الصبار.
شفنا انهم كيفاش يديروه يعني في واحد شنو كان جاب لنا هذيك المره حبوب مشيت اسفي حبوب شيه ولا حبوب شيه درنا بها كسكسو وجربته يعني واحد المواد ولا واحد المنتوجات مجاليه اللي تتعطي واحد المنتوج كثير وتكون يعني واحد البديل غذاء بديل في مناطق اللي معينه وتدخل لهم الفلوس يعني كاين واحد هذا يعني بان المستقبل كاين في هذه الحبوب انواع هذه الحبوب هذه في عوض الحبوب زعما اللي معتاده بحال الزرع والشعير خصوصا تياخذوا الماء بزاف تياخذوا الماء ولكن خصوصا بحال دابا حنا تنعتمدوا على الزراعه البوريه يعني لما كانت الشتاء فتيكون عندنا مشكل وحنا عارفين بانه النقص في الموارد المائيه وخصوصا ان المياه ديال السقي حتى هي ولات خليله يعني دابا ولات الاسبقيه ولا الاولويه المياه الشرب فمتى تكون عندنا هذه الازمه فخاصنا نشوفوا منتوجات اللي ما تستهلكش بزاف ديال الماء واللي تعاد يعني التوزيع ديالها في مجالات اخرى تنشوفوا المناطق الشماليه فنقدروا نديروا فيها مجموعه من الزراعات لان كاين الماء وموجود ولكن في المناطق الوسط ولا المناطق خاصنا نتاقلموا مع اللي كاين ضروره وجبتي واحد الكلام زوين لانه متى نتكلموا على التغيرات المناخيه فدابا العصر ديال التاقلم العصر ديال اننا ما نبقاوش نمشيو بعيد نفكروا غير في داك الشيء اللي عندنا ونحاولوا اننا نتادابطاو ونتاقلموا مع هذا الشيء اللي عندنا وهنا فين تنشوفوا سميرة شوفي غير هنا في المغرب كاينين مجموعه من التعاونيات الفلاحيه واللي مستدامه في المنطقه ديال تارودانت اكادير كاينه تعاونيه كبيره يعني ما غاديش نسميو ولكن اللي تدير اللي تدير مثلا المنتوجات ديال الحليب المنتوجات ديال اللحوم ودايره واحد السيستم كبير لان هي تعاونيه يعني فيدراليه وتحتها كاينين مجموعه من التعاونيات واللي زوين في هذا السيستم ديال الاستدامه هو انك تتوفر واحد المدخول لهذوك مثلا اللي تربيو المواشي وكل واحد في المنطقه ديالو وتيخلي انه يدير مثلا واحد الماشيه اللي تعطينا الحليب واللي تعطينا ايضا المنتوجات اللحميه اللحوم الحمراء الذكاء دابا بالنسبه للناس اللي باغيين ينخرطوا في المجال ديال التعاونيات الذكاء هما انهم يختاروا المواد اللي غادي يديروا فيها التعاونيه وهاد المواد خاصها تكون بالضروره من المنتوجات المستدامه وشفنا هذا الشيء راه كان حل مثلا في الهندوراس فكانت عندهم ازمه في الزراعه مي داروا تعاونيه تنظموها وحتى منظمه التغذيه والزراعه الفاو فتعطي بهم المثال تتعطي المثال ايضا بالنسبه للسلطات هنا في المغرب تيشجعوا بزاف العمل التعاوني دايره اكثر من اللازمه سميرة علاش لان شفنا في المرحله الاخيره راه ولا يعني الرقم ديال المعاملات راه الملايير ديال الدراهم راس المال ديال هاد التعاونيات وشفنا ان وزن كبير في الاقتصاد ديال الوطن العالميه وشفنا ان منتوجات مجاليه ولات تتبان مثلا نتكلموا على الزعفران مثلا نتكلموا على مثلا زيت ارغان مثلا نتكلموا على الزيت البلدي تنتكلموا يعني اللي زوين في التعاونيات هو انه تيفتح المجال لاي واحد خمسه الناس يعني من البدايه ما خمسه الناس يكون واحد العدد فردي ويتعاونوا بيناتهم ويديروا واحد راس مال ويقسموا المهام ديالهم ويقدوا وكاينه مساعدات كثيره وكبيره تتوفرها السلطات المغربيه يعني خصوصا ان يعني القطاع الفلاحي فجميع المصالح اللي كاينه في تابعه لوزاره الفلاحه فتتعطيهم يعني واحد الدعم كبير وهذا الشيء شهدناه مع التعاونيات جاو شهدوا به هنايا في بلاطو صباحيه الدوزه غير مي جبدنا التعاونيه ديال اللي كانوا جاو عندنا ديال الزراعه المستدامه واللي كاينه في بجعد تنظن ان كانت سميتها الفردوس ولا شي حاجه بحال هكذا فداروا حتى دي فورماسيون كيفاش يديروا اشجار تكوين في المجال الحضاري يا سميره اشجار في المجال الحضاري اللي ما تيستهلكوش الماء واللي يقدروا يعطينا واحد الفائده لا من ترطيب المناخ ولا من عدم يعني ماشي استغلال ديال كميه كبيره من الماء وخصوصا ناهيك على الجماليه ديال المدينه ان بلادنا تتستعد ل 2030 الكاس العالم فخاص تكون الجماليه لا في المدن لا في القرى تنشكرك بزاف سي فؤاد الزهراني تلقاو الاسبوع المقبل باذن الله اللحظه نمشيو للفقره المواليه فقره الزينه مع ليلى بولكتات ليلى بولكدات السلام عليكم سلام سميرة كيف الحال الحمد لله ميرسي انا باش تعجبيني دائما تتخبري علينا وتجي لنا بوصفه طبيعيه اللي نقدروا نديروها في البيوت ديالنا بشي حويجات قلال ياك وهذا هو لوبجيكتيف حنا كنبارطاجيو بزاف ديال لي كونساي ديال لا بوتي الشعر الماكياج ايتو ولكن ما فيها باس كاع السيدات حتى اللي كيبغيو داكشي طبيعته هما يستافدوا من هادشي ديالنا عندي ما نسالك الوغ اليوم اش غنديروا ديال المراه المغربيه داكشي اللي كاين دائما من الجديد ولا القديم اصاله والمعاصره تماما الوغ اليوم بغينا نديروا بوم اليفغ صايب في الدار دابا تبارك الله لي غوج اليف راه كلشي يقدر يشروهم موجودين باختو ما فيها باس بكل اثمنه ما فيها باس نقدروا نديروا بوم ديال الدار اللي هو اولا مزيان لي ليفغ ديالنا يضغطيهم بيو وفي متناول الجميع واضح كيف ما تتقولي ديما مواد اللي في متناول الجميع الله يجازيك بخير الو اول حاجه غنبداو بها غنستعملوا سيغ دابي
السيغ دابير كتبيعوها الشمع ديال النحل راه موجوده غتلقاوها سورتو عند الناس اللي كيبيعوا لي برودوي بيو قلبوا عليها ولا بدات تلقاوها ما غالياش نو كنديروا تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال لاسيغ دابي كنزيدوا عليها بيغ دو كاريتي هي راه مزيانه كتهيدغاتي نزيدوا عليها تقريبا ليكيفالون ديال واحد المعلقه من بعد كنزيدوا عليها زيت الكوكو او لا اي زيت ممكن تيدغاتيو به سورتو دابا في لا بيريود البرد عرفتي تيخرجوا داك التشققات في لي ليف دونك محتاجين ليدغاتاسيون زيدوا تقريبا القياس ديال واحد معلقه قدها اي على حساب بغيتو غير بوما ليف اللي غترطبوا به لي ليف ديالكم راه هما كافي سينو تقدروا تزيدوا ان كولورون مي ماشي دابا حتى كتخلطوا مزيان حتى كيذوب كولورون الا بغيتي تبقاي في الطبيعي خاصو يكون طبيعي الا بغيتي تعطي شويه اللون تبارك الله لي كولورون راه كاينين في جميع الالوان ها هما مبين الوغ هذا انا دابا كنسخن بلاباغي ولكن الا كنتو في المنزل ما خصكمش تسخنوا بكاسرول عاديه خصكم ديروا فوق الماء حمام مريم الوغ فوالا كتخلطوه حتى كيولي سائل او تخلطوا فيه حتى كيسيل حتى كيذوب حتى كذوب هذا البيغ دو كاريتي ولا سيغ دابي حتى هي حتى كذوب من بعد حتى كيذوب مزيان لا غيذوب هو بدا كيذوب حتى كيذوب مزيان عاد كنزيدوا عليه الكولورون الوغ الكولورون ها انا بغيت هنا فين ندير بغيتي اللون الكولورون الوغ الكولورون على حسب اللون اللي بغيتي ودابا ولاو لي كولورون موجودين الالوان وكاين اللي بغيتو تزيدوا حتى العكر الفاسي شوف دابا تبارك الله كنشوفوا بزاف في الفيديوهات كيتصيب العكر الفاسي كيديروا به عكر وشفنا سيدات اللي ما عايشاش بنات اجنبيات كيديروا اكتشفوا هذيك اكتشفوا ديال الطين وكيديروا فيها شتي هو تيذوب جبدوا لك باش نوري المشاهدات هو بدا كيولي ليكيد كنتسناو حتى كيذوب كامل غنزيد لك ليه اللون غير باش تشوفيه هو نورمالمون خصنا نتسناو تيذوب كامل عاد كنزيدوا ليه دونك سوا كنزيدوا العكر الفاسي سوا نقدروا نزيدوا كيف ما قلت لك ملون على حسب اللون هذا هذا داك اللي تيكون في تيديروا الخدود واللي راه كاينين بزاف الالوان دابا اللي تيكون طبيعي تاعو كيكون طبيعي كاين بون كاين اللي طبيعي وكاين اللي ماشي طبيعي حنا نختاروا الطبيعي على حسب اللون اللي بغيتيو وكتخلطوا تستعملوا الماء ديال الضربه ما غيعطيش اللون مجهد ياك ما غيعطيش اللون مجهد ديك الساعه غيذوب غنبقاو نزيدوا لا كولور على حسب لا تونسيتي ديال اللون اللي بغينا اون فوا غتعطينا لا كولور في الاخر زيدها غنديرو في دونك لانتونسيتي ديبون دو لا كونتيتي حيت شوف كاين لي كولورون اللي غيعطيك قديتو ما فهمتش غنعاود شوف شي مكتب ليا نرجع مكتب ليا نرجع للعكر الفاسي ها هو كتبقي تزيدو على حسب الكميه وخصك تبقى تخلط وانت دايرو في الباء ماغي وانت كتخلط شتي العكر الفاسي ايوا رجعنا لا كتبقى تخلط حتى كيعطيك اللون الوغ انا صيبت ديجا واحد في الدار ها هو غنوريه لك كتزيرو في هاد ليبو طلع غوز فوالا نقدر بيان سور الوغ هذا كديري البوم كاينين يا اما هذا البوم الا بغيتي ريحته زوينه كاين ميم الا بغيتي تزيدي حتى تعطيك شي حاجه اللي فيها الريحه زوينه حتى هي تقدري تزيديها مي خلينا دابا في الطبيعي كتهيدغاتي ديريكت الوغ هذا ملي كديرو فاش يلاه كتصيبو راه هو سوغ بلاص كيكرم انا استعملت صيبته البارح صافي ديريكتومون كتجربوا انا دابا خلينا الا لاحظتي هاد المواد اون فوا كتحطيها كتكرم لاحظتي ولا ما لاحظتيهاش فيه الويل دو كوكو فيه الشمع كتجمع اكزاكتومون ولكن كتبقى مواد اللي هي كتهيدغاتي ما يمكنش تكون يعني ما يمكن الا تهيدغاتي لي ليفغ ديالكم الوغ سوا ديروها في ديبو بحال هكا سوا راه كاريمون كيتباعوا لي زومبالاج ديال لي روج ا ليفغ كاينين هما اغلبيه كتلقاهم كيتباعوا لا كونتيتي كبيره لان كيتباعوا للناس اللي كيصيبوا لي روج ا ليف هذاك راه لا نديرو غير هذا لا راه تقدروا ديروه بالدواز ديروه بالدواز وتخبيه ولا كان عندنا شي عكر قديم هذه خاصك ديري هذا النشاط لومبالاج القديم ديروا لي اعاده تدوير ديجا ها هو كيبان لك اللون ما بقاش ممتاز وتتخويه ديريكتومون في لو بو وتخليه يكرم حتى كيدير لك تلوين غزال هادو حتى البنيتات الصغار اللي تيبغيو يديروا البنيات الصغار تبارك الله دابا عندنا بنيتات كيبغيو يضغطيو ولا حتى شويه نقولوا اللي كتبدا ديك شويه لادوليسونس وعاجبها الماكياج ايتو منها ما تعطيش داك اللون مجهد في لي ليف اي او ميم طون كيضغطي ليه زعما شي حاجه اللي مزيانه ماشي شي حاجه اللي غضرك واضح حتى نشكرك بزاف ليلى بوكدا على الوصفه ديال اليوم نتلاقاو بك الاسبوع المقبل لحظه نمشيو للفقره المواليه بقاو معنا وفي الاونه الاخيره نتيجه لتوافد اخواننا افريقيا جنوب الصحراء من افريقيا جنوب الصحراء لبلادنا المغرب شاعت واحد الظاهره
ولا بدا يعني هي ولات واقع انه ولا زواج مختلط ما بين المغاربه وما بين هاد الافارقه ديال افريقيا جنوب الصحراء. فنتيجه لهذا الزواج بغينا نعرفوا فقره حق والقانون ما هي تبعات لا الايجابيه لا السلبيه لهذا الزواج المختلط. معك استاذه خديجه لوكان. فعلا سميره المغرب ما بقاش بلد عبور ولا بلد ديال استقرار، بلد ديال الهجره كيستقبل الهجره. طبعا كتولي تلاقح الثقافات، كاين احتياجات اجتماعيه عند بعضياتنا لان الانسان هو اجتماعي بطبعه، وبالتالي كيقدر يوقع هذا الزواج اللي كيكون مختلط. انما يعني انا بغيت نعطي واحد المعلومه، هو ان الدوله رقم واحد ولا اللي فيها نسبه اعلى ديال الزواج المختلط، يعني اجانب ديال هذيك الدوله مواطن ديك ولا كيتزوجوا مغربيات هما الفرنسيين، تابعهم الجنسيه السعوديه، من بعد الجنسية السعودية كاين الأتراك، يعني كاينة جنسيات أخرى هي اللي في المرتبة الأولى، بل أكثر من ذلك هو أن يعني النسبة غداو كترتفع. وهذا الزواج المختلف أو هاد الزيجات المختلفة، يعني اللي كيكون الزوج ماشي مغربي والزوجة مغربية، كيقدر يكون العكس، ولكن حنا عندنا الأغلبية ديال المغربيات هما اللي كيتزوجوا بأجانب وليس العكس. كاين كيشكلوا 2.34 من عقود الزواج، وهاد 2.34 ما خصناش نستثنيوهم صباحيا لا طبعا، ويعرفوا الحق راه هي نسبه بلد الحق، راه هي نسبه مهمه سميره. بحال مثلا دابا في فرنسا واحد الوقيته يعني في 2020 ارتفع العدد ديال عقود الزواج ديال الفرنسيين مع مغربيات، بحيث انه شكل 20.5% من وسط هذيك 2.34 يعني هما الاولين. ولكن اخواننا من افريقيا جنوب الصحراء توما عندهم نعم ولينا كنشوفوا هاد المساله هذه ديال افارقه كيتزوجوا بمغربيات او العكس، يعني مغاربه كيتزوجوا بافريقيات، انما هي النسبه يعني باقيه اقل. غير هو الشروط ديال الزواج المختلط راه كتنطبق على الجميع كيف ما كانت جنسيته. كاين حاجه هذه اللي بغيت نقول لك، هو ان مدونه الاسره حاسمه، بحيث ان مسلم ممكن يتزوج بكتابيه، يعني ان الزوجه ديالو تكون مثلا مسيحيه او يهوديه كتابيه. ولكن بالنسبه للزوجه في مدونه الاسره المغربيه ما يمكن تزوج الا بمسلم. اذا هذه الشهاده ديال اعتناق الديانه الاسلاميه اللي كتكون عند العدول اساسيه جدا ضمن الوثائق ديال الزواج. بالاضافه لاعتناق ديال الاسلام كاينه واحد الشهاده في غايه الاهميه سميره، اللي هي شهاده الكفاءه او الاهليه للزواج، اللي كيجيبها من عند البلد ديالو او كيجيبها من عند الهيئه الدبلوماسيه، يعني القنصليه ولا ما كانتش قنصليه، بعض المرات كتكون هذيك الدوله عندها غير سفاره كيجيبها من عندهم. لما كان بالاضافه لجواز السفر، بطاقه الاقامه، لكان في المغرب واش خدام ماشي ما خدامش، اساسي جدا. حاجه ثاني اللي كاينه في الزواج المختلط ما كايناش في الزواج العادي، هو انه كيدير بحث البوليس، انه كيدير بحث على هذاك الشخص الاجنبي، كيدير عليه بحث باش كيتاكد، لان احيانا كيقدر يكون شي واحد متورط في شي جريمه منظمه وجاي باغي يتخبى. هذه جاتني زوينه يعني بحال سلطه صغيره طبعا انا متفقه معك، لان تقدر يكون ذاك الزواج واحد المطيه ولا واحد شي التي سقسي على الزواج تماما. هذاك الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في الروبورتاج استاذه خديجه الروكاني للمزيد من التوضيحات بخصوص الزواج المختلط للمشاهدين. عندنا المادة 65 من قانون مدونة الأسرة شارت لنا الزواج المختلط، والشرطات اللي قبل ما ناخذوا طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج المختلط خاصنا بعدا الإذن بالزواج المختلط. وأما بالنسبة للإجراءات ديالو والوثائق اللازمة هي راه محددة بواحد البلشور ديال وزير العدل. كيف ما كنعرفوا اليوم ولا المغرب هو واحد البلد اللي كيتوافدوا عليه الافارقه ديال جنوب الصحراء بطريقه اللي كثيره بزاف، وهادشي علاش ولا حتى الزواج ديال المغاربه مع هاد الافارقه ديال جنوب الصحراء حتى هو واحد الظاهره اللي منتشره تاهي بكثره. هادشي علاش خاصنا ننبهوا المغربيات بالخصوص، حيت المغربيات هما اللي كيطيحوا في اشكالات اكثر من المغاربه اللي كيتزوجوا بافريقيات بالمشاكل اللي ممكن تنتج على هاد الزواج المختلط. فمن هاد المشاكل اللي ممكن تنتج عليه
هي إشكالية ديال التبليغ. فبالنسبة للزوج الإفريقي مثلا اللي كيمشي اللي كان كيدير المغرب هو غير مجرد بلد ديال العبور، ومشى لواحد البلد آخر ديال الأوروبية أو البلد ديالو الأصلي، فهاد الزوجة المغربية كتبقى هنايا في المغرب ما عندها حتى شي طريقة وباش تبلغ هذاك الزوج، سواء بالطلاق إلا بغات دير طلب ديال التطليق للشقاق فراه خاصو يتبلغ ضروري باش يحضر ولا يتبلغ على الأقل. فإلا ما تبلغش ما غاديش تقدر تطلق، كيبقى لها مسطرة وحيدة باش تقدر أنها تطلق وهي تطليق الغيبة، وهاد المسطرة كتكون شوية طويلة، خاصة على الأقل تسنى المدة ديال سنة غير باش تثبت أنه راه بصح كاين واحد الغيبة من طرف ديال داك الزوج. عاد كاين مشاكل أخرى اللي كتنتج لينا على التضارب ديال القوانين بالنسبة للقانون المغربي والقانون ديال هاد البلد ديال هاد الأجنبي من جنوب الصحراء أو أي أجنبي بصفة عامة. فبالنسبة للنفقة أو الحضانة أو أي مسألة كتعلق بالزواج كنلقاو بها التضارب ديال القوانين، ما بحال مثلا الحضانة ما كنعرفوش أش من قانون اللي غادي نطبقوه على هذوك الوليدات، واش غادي يبقاو مع الأم ديالهم ولا الأب ديالهم، واخا هي في الغالب ديال الأحيان أي بلد كيشوف المصلحة المثلى ديال داك الطفل. وبصفة عامة هاد الزواج المختلط كيف ما عنده سلبيات راه عنده شي إيجابيات في التلاقح ديال الثقافات وشحال من حاجة أخرى كتكون زوينة فيه، غير هو مزيان الإنسان يفكر مزيان في هاد المسألة ديال الزواج المختلط قبل ما ياخذ القرار. وبهذا نمر الى الفقره المواليه دائما في صباحيه الدزام، غادي نمشيو عند سعاد الهاشمي اللي في فقرتها فقره رعايه ومواكبه، غادي تقدم لنا طرق عمليه ولكن امنه كذلك وسهله لتنظيف الانف عند الاطفال اللي نشاهد. السلام عليكم سعاد. شكرا سميره. الوغ اليوم افكتيفمون معنا مروه اللي غادي توري لي غون زونفون الوليدات في الدار كيفاش ينقيو النيف ديالهم بوحديتهم، وبيان سور الا كانت غتكون ضروري في الاول المساعده ديال الاباء. خصنا نعرفوا بان الانف هو يعني المدخل الرئيسي ديال لي زانفيكسيون لي بومون، سافو دير الا ما كناش كنقيو النيف ديالنا بواحد الطريقه يوميه واخا ما نكونوش مرض سورتو في هاد لا بيريود هادي اللي كيكونوا فيها لي فيروس، ف كنا نتعرضوا لديزانفيكسيون ريسبيراتوار. اما الا كانت عندنا الا كنا اونغومي ولا عندنا اون برونشيت فهنا خصنا نقيو الانف ديالنا واحد جوج ثلاثه المرات في النهار على حسب لونكومبرومون اللي عندنا. الوغ اليوم اول حاجه بعدا غادي نشرح لي زونفون ولي بارون، خصنا نعلموا وليداتنا كيفاش انهم يخرجوا النفس من النيف ديالهم، هذه هي ليطاب الاولى باش نقدروا اننا ندوزوا نعلموهم كومون سو موشي. كاين واحد لي جوب سات اللي كيمكن نديرو مع الاطفال سورتو الا كانوا 5 سنين 6 سنين لتحت. مثلا اول حاجه مروه لا تكنيك الاولى اللي كنت كندير معاك فاش كنتي صغيره باش علمتك تنفسي من نيفك، غنشدو بحال دابا سيفلات وغادي نقول لها مروه ديريها في لوني ديالك، فوالا غنسدو الانف، شوفي هنا غنسدو لا بوش ديالنا وغنقول لهم شو حاولوا غنلعبوا واحد لوجو اننا اون فا سيفلي من الانف ديالنا، يعني نحاولوا هاد الزماره نزمروها من النيف ديالنا باش لونفون يتعلم يخرج النفس من الانف ديالو. فازي مروه وري لي زونفون، فوالا. دونك هادو غير سي دي جو لوديك باش لي زونفون ديالنا يتعلموا انهم يسيفلوا من الانف ديالهم. كاين ان اوتر اون اوتر فاصون دو لو فير. الوغ مروه غتحاولي تخرجي النفس في هاد لاباي ولكن زيري على لاباي وانا ما غنخليش النفس تخرج، يلا فازي فوالا. الوغ علاش شنو درت هنا فاش مروه بغات تخرج النفس في لاباي زيرت جي بانسي لاباي سديتها باش علاش ليغ ما غيلقاش منين يخرج وغيضطر ان لونفون يخرجوا من الانف ديالو. هادو غير دي طرق بساط باش نعلموا لي زونفون ديالنا كيفاش يخرجوا النفس من الانف ديالهم باش نعلموهم يديروا لو موشاج. الوغ لا بروميير تكنيك مروه غادي ديرها بوحدها لي زونفون 6 سنين 7 سنين الفوق وحتى لي زادوليسون حتى لي زادولت خصهم يديروا هاد لو موشاج يوميا. كاين بحال هاد لو ديسبوزيتيف اللي كيتباع في لي فارماسي ولي بارا فارماسي اللي خصو يكون عندنا في الدار ويكون انديفيديوال كل واحد تيستعمل ديالو باش نقيو الانف ديالنا. وفي هاد لا بيريود من الاحسن هذاك التنظيف يكون في الليل قبل من النعاس باش نغسلوا الانف ديالنا من الغبره من لا بوسيير من كاع لي ميكروب اللي يقدروا يدخلوا في اوكور دو لا جورني. الوغ مروه وري الوليدات كيفاش كديري باش تنقي الانف ديالك. بروميير تكنيك اللي خصني بروميير شوز اللي خصني نشير ليها هي اننا فاش كنديروا هاد لو ليكيد فمع هاد لو ديسبوزيتيف وكاينين دوطغ برودوي اللي كيستعملوا باش نقيو الانف ديالنا، سي دي ساشي اللي كيتشراو من لا فارماسي كنخلطوهم مع لو تياد اما ماء معدني ولا ماء عادي، غير من الافضل يكون شي شويه تياد، الا كان بارد كيدير لنا اون ايغيتاسيون كيدير لنا يبدا الانف ديالنا
ياكلنا من الداخل. فمن الافضل نديروا شي شويه تيت سورتو في هذا الوقت ديال البرد. شحال غنعمروا هذه القرعه؟ فالاطفال مثلا قد مروه 8 سنين 9 سنين 10 سنين كل ناغين كنغسلوها بواحد اوموا 60 مليلتر، يعني غندير واحد 120 حتى 160 مليلتر اللي غنقسمها ما بين مره هاد الجهه ومره هاد الجهه، لان خص يكون لو ليكيد كثير باش ينقي لنا الانف، وكل ما كان لونكومبرومون كثر كل ما غنزيدوا في لو ليكيد اللي كنستعملوا. الوغ مروه نوريو دابا لي زونفون كيفاش خصهم. الوغ غادي نجيو قدام اللافابو واقفين اولا جالسين، غادي انكليناو لا تيت لقدام او جنب. الوغ نحاولوا نديروا هاد الاتجاه كنظن مروه باش يبان لينا في الكاميرا مزيان. الوغ القدام راسنا القدام وعاوتاني نجيبوه جنب. يلا مروه اليد الاخرى او فوالا، غادي ندخل لومبو هنا فوالا خويا مزيان فوالا فوالا. الوغ فوالا هاد الطريقه اللي دارت مروه بهاد المعده هذه، فهي ملي كديرها في الانف ديالها في الجهه الفوقانيه اللي كنخشوا فيها المعده، ف يعني الجاذبيه هي اللي كتخلي ان الماء كيدوز لينا من الجهه الفوقانيه وكيهبط لينا في الجهه التحتانيه وكينظف لنا هذوك الانف ديالنا. فبعض المرات هاد المعده كعندها اون بريسيون كيمكننا نزيدوا ليها في لا بريسيون ديال، يعني الا كان نيفنا عامر بزاف كنزيدوا في القوه باش كيهبط الماء، يعني الماء تيهبط بطريقه اكثر وكينظف لينا حتى دوك يعني لي ميكوس تيكونوا لاصقين وغلاط. دونك هذا هو الاساسي. كيمكننا الا كان الطفل ديالنا صغير من مروه وما كيعرفش يدير بوحديته كيمكننا نستعملوا دي برودوي بحال هذو اللي كيتباعوا حتى هما موجودين، واللي انا اللي غنديرهم يعني لي بارون الاباء هما اللي غيديرهم للاطفال ديالهم كيفاش، خصوصا الا كان كما قلت الطفل صغير من مروه ما يعرفش يدير وحديته. فدائما نفس الطريقه، فانا كنحاول انني نشد الراس ديال ولدي اولا بنتي نميلو للجنب ونجيبو شي شويه لقدام باش البرودوي يدوز مزيان في داك التراجي اللي بغيت في الانف. وكنحاول وكنجيب هذا البرودوي ديالي كنخشيه ديما في الجهه الفوقانيه بهذه الطريقه، بهذه الطريقه هكا اللي كتمشي مع الانف ديالنا، كتمشي مع الدوره ديال الانف ديالي اتجاه العين اللي كتكون لتحت. وكنخوي لو برودوي ديالي فوالا مروه مزيان مروه حتى كيخرج ليا من الجهه التحتانيه، كنعاود نفس العمليه في الاتجاه الاخر. دونك هادو طرق اساسيه باش نظف الانف ديال الطفل ديالي. شنو هي ليطاب الثانيه ملي غنظف الانف ديال الطفل ديالي؟ خصني نحاول انني حتى الا كانت عنده شي حاجه شي شويه في لي برونش ولا الا هبطت شي حاجه تخرج. هنا غندوز لواحد الطريقه سهله غابيدمون باش نعاون ولدي انه يكحب ويخرج الا كان عنده حتى صدرو حتى هو مزير. شنو غادي ندير؟ غادي نخدم معاه الطريقه ديال التنفس. اول حاجه مثلا غنعاود نرجع لهذ التقنيه هذه وغنحاول مروه شدي القرعه وغتحاولي انك تدخلي النفس، خذي الوقت ديالك دخلي النفس مزيان وعاوتاني خرجي النفس مزيان مده طويله اكثر ما يمكن. يلا فوالا ونفخي مزيان في الماء فوالا مزيان ديري فوالا. الى غير الطفل ديالي تعلم انه دفع النفس بواحد الطريقه قويه وطويله فهو كيأكتيف كتجي الكحبه، وهذيك الكحبه هي اللي كتخلي انا داك الليميكوس يطلعوا من الصدر ويوصلوا للفم ويخرجوا على برا. هذه طريقه اولى. والطريقه الثانيه حتى هي انني كنسميوها حنا لاكسيليغاسيون دو فلو، هي انني بحال كندير واحد الذوبه ديال الهواء في الصدر ديالي باش يحيد لي حتى داك الشيء اللي كيكون لاصق وثقيل ويطلع الفم ديالي ويخرج. مروه غندخلوا النفس مزيان، وفاش غادي نخرجوا النفس غديري بحال كطفي بزاف د الشمعات، عندك بزاف د الشمعات وخصك طولي داك ليكسبيراسيون ديالك ديريها مده طويله وقويه باش تطفي حيت عندك بزاف د الشمعات. يلا فوالا دفعت 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 مزيان. غير شي الطفل ديالي اللي دار هاد الجوج ديال الطرق ديال التنفس بطريقه سليمه فديك الكحبه كتجي بوحديتها، وبالتالي هادوك يعني لي ميكوس اللي عنده في الصدر ديالو كيطلعوا كيخرجوا من الفم ديالو. وخصني نراقب اللون ديالهم، الا كان اللون خضر او شي حاجه فخصني نستشر مع الطبيب الاخصائي. وهذه كتبقى طريقه اللي خصني نعلمها لولادي يوميا حتى يولفوا يديروها وتكون بحال اللي كينظفوا تنظيف الانف بحال اللي كندير التنظيف ديال اليد ديالي طريقه يوميه.
واللحظه في فقره ديالنا الفقره التي تعنى بكل ما هو صنع مغربي وتقليد مغربي. تيشرفنا يحضر معنا السي اليزامي معروف على الصعيد ديال مدينه سد الدار البيضاء، وتيحمل معاه قصه ديال اكثر من 120 سنه، قصه نجاح، قصه عائله كلها في ميدان ديال المواد او المنتوجات الغذائيه المغربيه الاصيله. سي اليزامي مرحبا بك، نورتينا. الله يبارك فيك. تنشكرك بزاف على تلبيه الدعوه صباحيه دزام. درنا معك روبورتاج، ونورمالمون يعني من العاده نديروا الروبورتاج ما تستضفوش اللي كاين في الروبورتاج، لكن هذه المره سريت انك تكون حضر معنا في بلاتو صباحيه دزام باش نتعرفوا عليك، ومن خلالك نعطيو العبره والمثال لكل الاسر المغربيه. اهلا بك. الله يبارك فيك. دونك سي اليزامي، انتم في الحرفه قلت لي من سنه 1903، كيفاش بدات وفين بدات ومع من بدات؟ بدات في مدينه فاس. جدي ان شاء الله هو اللي اسس اول محلبه في فاس. وسماها يزامي. كان 1903 وداز بها من 1903 حتى 1940. توفى خدا المجال الوليد. الاب ديالي. الاب ديالي. ومن بعد الاب ديالي. الاب ديالي بقى فيها حتى دائما في فاس. فاس حتى 1980. 1980 طلعنا للدبي. وتما خديتوا المشعل. وي. واش انت بوحدك مع الاخوه ديالك؟ لا، بديت انا هو الاول. اها. عاد جا الوليد من بعد واحد ثلاث سنوات. رصيتي كل شيء عاد باش الحوايج. عاد جا ثلاث سنوات وبدا معايا حتى 2015. واخا غادي نشوفوا القصه ديال هاد المحلبه اللي يعني بدات متواضعه، بدات في مدينه فاس سنه 1903 ورجعت ما شاء الله عندها واحد السمعه مغربيه وطنيه بالجوده ديال المنتوجات ديالها المغربيه الاصيله اللي متشبتين بها. نشوفوا الروبورتاج ونجيو نكملوا الحديث معك. لو كليون المغربي ماشي سهل، لو كليون المغربي تبارك الله ذواق وتيبغي الحاجه معتبره. ما يمكنناش، ما يمكنلكش ما تساتيسفي، خصك ولا بدا دير واحد المجهود كبير باش يوصلوا المنتوج كيف ما هو باغي. بدينا هذه الحرفه من 1902، عطات واحد اربعة الاجيال، كان جدي وابي وانا والابن ديالي، اربعه ديال الاجيال. الجيل الاول كان كيهتم بالحليب ومشتقاته، وجا الاب ديالي استطاع يزيد واحد المنتوج بحال الخليع السمان. وملي طلعنا للدار البيضاء هذه 44 عام، زدنا ضفنا بزاف الحوايج بحال المسمن، الملاوي، الحرشه الى اخره. بالنسبه للطيب دائما كنحاول نحافظوا على الاصل المغربيه ديالنا، حقاش الكليان اغلبيه كيبغيو داك الشيء يكون مغربي 100%. دونك حنايا واخا ان كاينين بزاف ديال لي غوسيت، ولكن دائما كنحافظوا على ديك النكهه المغربيه حيت هي كتبقى دائما هي اللي غالبه. فيزيالمون كتلقى شويه ديال التحسينات، ولكن تيبقى لو ميم غو اي سي امبورطون، باسكو دابا تنشوف حتى لو كليون ملي كيجي كيدوق شي حويجه اللي كان تياكل في وقت الوالدين ديالو كيفرح، تيقول لك اه وي وكانت الوالده ديالي كتوجد لي هذه وكنت كتعجبني هذه، اي سي تري امبورطون. واخا نقولوا نديروا حويجات جداد، مي خصنا نحافظوا على الحلويات ديالنا ديال التمغربيت ديالنا، سورتو التمغربيت ديالنا سي امبورطون في هذا العصر ديالنا، وحتى نوصلوا هذا الشيء حتى لوليداتنا. اللي نقدروا نقولوا معك سي اليزامي هي ان جديد له جده والبليله تفرط فيه، ياك هادشي اللي داير واحد الشهاده، داكشي على حقه وطريقه. دابا شفنا في الروبورتاج انكم حليتوا الى وسعتوا المجال ديال الانتاج ديالكم وديال التسويق ديالكم، ولكن باقي المنتوجات الاصليه بحال الحلوى الفلاليه ولا الخليع ولا اكريش ولا باقيين محتفظين بهم، شنو السر وفين كاينه يعني منين خديتوا الوصفه الاصليه؟ الوصفه الاصليه ديال بحال دابا ديال الاكريش ولا ديال الخليع، الوصفه الاصليه منين جات؟ جات هي كنا كنصنعوا هادشي في الدار. بدات في الدار بحال العائله الفاسيه كلها كانت تعمل الخليع. خليع على حقه وطريقه. على حقه وطريقه في الدار. واخا. وبدات هي هذيك، وقلنا علاش ما نعملوش هذا المنتوج
نصوبوا نصوبوا ونبيعوا. كاين اقبال سيدي زامي؟ لا كاين اقبال بزاف. بغيت من خلالك، حنا شفنا الروبورتاج وتعرفنا على العائله ديالك وعلى التاريخ ديال العائله ديالك، بغينا تقدم لنا بعض المنتوجات اللي ماشي بالضروره كاينه في كل مائده مغربيه، يعني الجيل الجديد بدا يتنساها. مثلا شنو الفرق ما بين الخليع، انواع الخليع اللي جبتي؟ كاين عندنا الخليع اللي تنشوفوا بالشحمه وكاين بالزيت واكري، شنو الفرق بيناتهم؟ لا الخليع ديال 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 الشحمه كيكون فيه الزيت، الزيت والشحمه اللي كطيب هكذاك، الشحمه طيبه 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 مع الزيت. وديال الزيت يكون الخليع تيتبخر، القديد القديد كيتبخر تيطيب وكتكب عليه زيت العود ما طيباش. واضح واضح. وهذا اكريش، اكريش هما هما التوابل، التوابل اللي كيكونوا في الخليع. ماشي ما فيش اللحم؟ لا ما فيهش اللحم. تيقول لك كاين اللي تيقول لك تفرتيت ديال لا لا هذا فيه التوابل. مع الشحيمه ديال هي اللي من السماء بالحم. مع داك الشيء ملي كيكون تيطيب الخليع داك التوابل كيطيحوا هذاك لو سوك اللي تيبقى. سي سا هذاك هو، هذاك هو اكيد. داكوغ الاستعمال ديال كل حاجه بوحدها لا ياش تصلح كلهم. هادو الاكل وهذا بحال دابا تخيلوا الرغيف بوغ اون فارس بوغ لا فارس. واضح. الرغيفه، حلوه الرغيفه او الحلوه الفلاليه اللي كانت زمان تتحط في الاعراس والمناسبات كديسير مع الزبده البلديه. عاودنا على القصه ديالها الله يخليك، حيت بزاف الناس تعرفها. الرغيفه كتصوب هي شيمبات. تتكون قريبه، تتكون قريبه للمذاق ديالها للشباكيه، كاين اللي تيظن بان الشباكيه معجونه. لا باش تصوب الرغيفه ولا الرغيفه كتصوب شيمبات بحال بحال المسمن، كيكون تتكون رقيقة بزاف وكتقلى في الزيت وكتهز وكتضرب بالعود ولا ولا بشي حاجة كتولي هذاك وكتعمل لها العسل ديالها. وتتعلك وكتعمل لها شوية ديال اللوز في لاباط ديالها. واضح. فين تستعمل دابا حلوة الرغيفة ولا الفلالية؟ كاين إقبال عليها واش الناس مازالت إقبال عليها؟ كاين إقبال ولكن ما بقاش بحال اللي كان، ما بقاوش الناس يعملوها في العراسات. كاين شي دي تريتور اللي تيجبدوها، كيجبدو كيحيوها وكيعملوها في المناسبات ديالهم، ولكن قليله ماشي بزاف بحال سميتو بحال شي لاخر. واخا عندكم حوايج بزاف ما شاء الله تعد ولا تحصى. بغيت جبتي لنا اليوم فريمون هذاك الشيء اللي طلبت منك، هذاك الشيء اللي اصيل. التريد كيفاش يتخدم التريد عندكم؟ تنعرفوا حنا في مدينه فاس تتباع بطريقه تقليديه. دونك تريد 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 بحال فيه سين هو اللي تنصوب به التريد التقليدي دائما موجود عندكم. كتصوف على التراده، التراده هي ديك لابول، لابول كتعمل سميتو ولكن كيدخل فيها الزيت بزاف هكاك تكون ملي كتقبط لاباط تتعملها بحال بيضات وكتعملها في الزيت تخليها حتى تترخى تخا بزاف زيت عاد تخدم. تبقى الاختصاص ديالكم هو الريب والجبن. الجبن بقيتوا محافظين على الاصاله ولكن بدعتوا حوايج واحد اخرين بحال اللي جبتوا. شنو شنو اللي جبتوا معكم اليوم؟ الجبن اللي كان تيصوب في الاول هو هذا الجبن التقليدي. التقليدي هذا دابا عنده يمكن نقول لك 120 عام هو سميتو. الوصفه اللي كانت سميتو اللي تزاد عليها هو ريكوتا. ريكوتا كتصوب بواحد الشكل واحد اخر. كطيب على اقبال بزاف على اقبال وي. والانواع ديال الجبن الاخرى؟ الجبن كاين جبن ديال المعيز، معيز كيكون فيه انواع على حسب على حسب على حسب سميتو. الذوق ديال كل واحد. وي الذوق ديال كل واحد. كاين بالبازيليك، كاين بلا سيبوليت، كاين بلا زيرب دو بروفونس، كاين بسميتو بالبوافر. زعتر. بالزعتر. بالزعتر والثومه كنزيدوا فيها الثومه. هذا الشيء اللي كاين. وكاين وكاين لا فيتا دو شيفر. لا فيتا دو شيفر كتصلح كتصلح سميتو بور لا سالاد.
الله يعطيكم الصحه. الله يبارك. حنا تنفتخروا بعوائل مغربيه بحال هكا اللي حافظات على موروث ثقافي ثمين جدا، حافظات عليه اولا من الزوال، حافظات عليه في اطار زعما يعني على الوصفات التقليديه ديالو، حافظات عليه كذلك من الغير. تنشكرك بزاف. الله يبارك السي اليزامي، ونتمنوا لكم التوفيق مازال واجيال جديده ان شاء الله العائله ديالكم. السي اليزامي تنبعثوا ليه التحيه والسلام من منبر صباحيه الدوزام، وهذه دعوه ليه، هو الاخ ديال السي اليزامي اللي حضر معنا اليوم، تنبعثوا ليه التحيه والسلام، وهذه دعوه باش يحضر معنا في بلاطو صباحيه الدوزام. شكرا لك السي اليزامي، نورتينا. بقى معنا مشاهدينا، نختم حلقه اليوم صباحيه الدوزام على ليلى حتي، بقى معنا. وضيفة ليلى حديوي اليوم هي أسماء الناجي، مرحبا بك لالا، نورتينا. ميرسي، بارك الله فيك وتبارك الله على الإبداع ديالك ليلى. سلام عليكم. سلام سميرة. كالعادة تجي تتحمقي في القفطان المغربي، سفيرة القفطان المغربي ما شاء الله عليك سميرة، وبفضل المصممين ولا المصممات اللي بحال أسماء الناجي اللي دائما تجيبونا الجديد ويعطيونا الإتقان في الخدمة وفي الطرز وفي كاع الاشياء ديال القفطان المغربي. تبارك الله عليك اسماء الناجي، بارك الله فيك. ميرسي بور لانفيتاسيون. تبارك الله عليكم. من الدار البيضاء اسماء. اكزاكتومون، من الدار البيضاء. وشحال هذه انت في الميدان؟ بريسك دابا 6 ans وانا في لو دومين. واو ما شاء الله. اول اقتراح ديال اسماء الناجي، الوغ ماشي اول مره غتجي عندنا لصباحيه الدوزام، كانت جات عندنا العام اللي فات، وهذا العام جات لنا الكوليكسيون حصريا. وي اكزاكتومون، هذه كوليكسيون سبيسيال حصريا دوزام. هادشي اللي قالت لي ليلى، خاصني نوريك لا نوفيل كوليكسيون. هذا اللون بعدا، هذا برون برون، وفيها لا دوبلور اون فيغ كانار، ومطروزه بطرز نتاع. هذا الطرز هذا تيحمق، هو طرز بلدي ولكن هذا هو طرز نتاع الاصلي الاصلي، ولكن اللون ماشي بلدي. الفاسي اللون ماشي بلدي، هو الاصلي كان فيه، كان كيخرج باللون الخضر والاحمر، باللون ديال الرايه المغربيه. واضح. ان المراه المغربيه شحال هذه في الاعراس المغربيه كانت كتلبسوا بالغوش بوردو اي لو فيغ. ما شاء الله ما شاء الله عليك. شكل جديد هذا الشيء عاوتاني ليلى. هذا الشيء اللي قلت لك سميره، دائما الجديد. واسماء الناجي جابت لنا فريمون لا توب ديرنيغ كوليكسيون، وقبيله كنا كنهضروا في كواليس، قالت لي تو سيك الام ديالي وحتى الجده ديالي كانوا كيديروا الطرز ديال النطع ما شاء الله باليد، يعني كانوا كيصوبوا، كانوا كيديروا طرز الباطيل، لا كانت كدير طرز نتاع قسم توت لا فامي. دونك كبرات في هذا الدومين هذا، والحمد لله كاينين الناس اللي بقاو متشبتين بالاصاله كيف ما هضرنا مع السي اليزامي، على حسب البيئه اللي كبروا فيها تنشؤوا فيها وتتشبعوا بهذاك الشيء اللي شافوا بعوينات وتستمروا فيه. ما شاء الله. شوف هذه المساعده عاوتاني سميره، عاوتاني الا اوزيت تخرج لا كولور اللي هي سي ان روز بال، ودارت من الداخل ان روج باش تخرج ديك اللبسه بلديه طروزه بطرز الرباطي. ترني هو ترتني هي السفيفه. اكزاكتومون، السفيفه تري انسيان زمانيه، لان داكشي كلشي اللي كان قديم كله رجع، ولكن عندنا هي راه جمعتي ما بين الزماني والمودرن. اكزاكتومون، باش نخرجوا شي حاجه جديده، شي حاجه جديده. طرز رباطي فيه لينو، فيه الدقه، فيها شويه ديال البيرلاج. وشنو هذوك شويشيات اللي في الكمام؟ هذوك عقيدات بلديين كانوا تاهما شحال هادي يرجعوا. كانوا تيداروا بحال كيف كانوا شحال هادي كيداروا. اول مره تنشوفها غزاله. وفيها الفتيحات في لي مانش. وحتى المضمات هي جات حلوه مع اللبسه ديالك اسماء. وهنا درتيهم في هذوك، شنو كيسميو هذوك السفيفه هذيك؟ السفيفه في الطوالع وفي الكتيفات. كانت قديمه بشحال هذيك الناس نشوفها في القفيطنا ديال. جميل جميل ان الناس رجعوا لهذا الشيء ديال زمان. نشوفوا ليلى اللبسه ديالك الا كان ممكن. عجبني انك زوجتيها مع الجوهر اللي تا هو راجع بكثره، راجع على الموضه بزاف. تكلمي لنا على هذه اللبسه اللي لابسه ليلى، غزاله. ربي يخليك. الوغ هذه لبسه اون فيغ كانار، كلها مطروزه باليد، ودخلت فيها شويه ديال لي بيرل، شويه ديال بيرلاج، اي كذلك مخدومه حتى هي خدمه بلديه، فيها لي فونت في الجناب افتاحي، فيها الافتتاحات في الكمام، اي الي سامبل اون ميم طون الي مودرن. سلام عليك. الله يبارك فيك. تتحمق والخدمه باينه متقونه. عجبتني هذوك الخرات اللي مخدومين بالعقيدات. العقيدات وي مخلالين، وعجبني حتى الكمام اللي محلولين. ميرسي. تري تري جولي. شوفي سميره لا بوند اللي كاينه في الظهر. وي. وتحيه للصانعات الطرازات المغربيات اللي كيشجعونا، الله يعطيهم الصحه.
كيبذلوا حتى هما مجهود كثير باش يطلعوا لنا لا بياس كي كانت شهاوها وكي كانت مناوها. ما شاء الله كيف ما تسجلنا حتى حنايا المتسابقين وكل المغربيات اللي تتعشق اللي تيعشقوا القفطان المغربي. والجوهر القديم عفاك سميرة ديال سا غرومير. ما شاء الله ما شاء الله. تحية للأم ديالك تاهي. نكملوا العرض سميرة. نكملوا العرض إذا شنو هذا الاقتراح الجاي هذا؟ غتشوف واحد اللبسه واحد اللون غزاله سميره اللي دابا رويمي هاد الشيء دابا دزنا اي فوالا دزنا لي كافطون ان بو بلو مودرن حيت خصكم تعرفوا بان سميره اسماء عندها غتمشي عندها لاتولي كتلقى عندها كل شيء عندها جليلبات عندها البريتا بورتي عندها لي كيمونو عندها لي جيلابا عندها لي كومبي الله يبارك فيك زعما و كان تو لو في لو في فريمون افيك بوكو دامور زعما ماشي لو في جوست كتحب الصنعه وكتحب لي كليون ديالها فاش كتمشي عندها لاتولي تتلقى كاع الالوان كاع الاشكال والبريتا بورتي واجد تبارك الله وحتى العروسه ديالك العريسه حتى هما كيجيو كيكونوا كيجيو عندي كيبغيو كتجي باغيه اون كولور كتولي كتلقى اخرى واو حتى هادي جهزها الخدمه بزاف اكزاكتومون ياك وخدمه على شعرها تبارك الله شحال تاخذ لك الوقت اللبسة بحال هادي وا سانسيرمون اي بخون بوكو طون سي بور سا كو انا كنوجد لي تونو على 9 مينيموم 6 موا سي مو باغ باش يلاه كتوجد باش يلاه كتدرز باش يلاه كتلبد حيت كتدوز بليزيوغ ايتاب دابا كنا تنهضروا في كاويس قالت لي راني تنوجد جليلبات ديال العمره وعندها داك الشيء براندا متيول فغيما عندها داك رمضان حتى هو على الابواب ان شاء الله خليه هو رمضان بلي كيمونو يلا يلا اكزاكت سلو غوفيغ بحال هكا بلو روز جا زوي ولا لو روج صلى على النبي عليك ميرسي بارك الله فيك واخر اقتراح ديال اسماء الناجي هو هاد لا كولور حتى هي شتي ال اوس لي كولور سي تا موف هذا هي كا سي تا بار واه سان بار بارد ودرتي من داخل في غوس فوشيا غوس فوشيا مخدومه بالصفيفه شعلو شعلو والصفيفه جات تتحمق حتى دائما نبات اللي فيه اللي انكرويابل نبات اللي لداخل ديال اللبسه انا جيم بيان لي سوكان لي بيرل كيعطيو واحد اللمعه لا تونو كيبينوها سورتو سي سي بور لا ماريي خصها تكون ديستينغي متميزه على دخلت السفيفه القديمه اكزاكتومون دخلت السفيفه وي تبارك الله عليك اسماء الناجي بارك فريمون ميرسي اللي جبتي لنا هاد لا نوفيل كوليكسيون حاسه يا المشاهدين صباحيات بوكو صباحيات سورتو شكرا على الحصري اللي خصصتي به صباحيات ميرسي تستاهلوا كل خير العفو لاله شكرا ليك نتي تستاهلي كل خير هكذا تنتهي حلقه اليوم صباحيات دوزيام مشاهدينا نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله غادي نتكلموا على الانفصال العضلي موضوع فقره الصحه بحضور الطبيبه الجراحيه الدكتوره لبنى بالمعزه فقره التغذيه الدكتوره ساره بان غادي تخصصها الانواع كل شيء غادي يعمر هنايا بلي فخوماج والانواع ديالهم والاشكال ديالهم وكل حاجه شنو هي القيمه الغذائيه ديالها ولا ياش تصلح فضيله قباش فقره التويل غادي تخصصها لاواني الطوس العتيق المصدر ديالو الاشكال ديالو الدلالات التاريخيه ديالو فين تيتحط الكل والمزيد صباحيه دزام نهاركم مبروك والى اللقاء